أن يصبر الإنسان وأن يحبس نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما يريد وما يطلب والغاية والهدف الذي يريد أن يصل إليه. فنذكر بعضا مما ذكر ابن القيم رحمه الله في أدلة الأدلة من الكتاب ومن السنة على الصبر وعلى فضل الصبر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إلى غير ذلك من ما فيه من الأدلة على أن عاقبة الصبر هي العاقبة المحمودة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث ابن عباس المشهور: واعلم أن النصر مع الصبر. طيب، قال ابن القيم رحمه الله الباب الخامس أو الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا، ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر، وهي عدة أنواع. أحدها الأمر به، أي أن الله يأمر بالصبر، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده، أي ما يضاد الصبر، كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم، وقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهى عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. الثالث تعليق الفلاح به، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره، كقوله سبحانه وتعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. السادس ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. السابع أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه، أي من الله عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته، فقال: ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليه. الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. التاسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى، فقال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. العاشر، وهذا كله يستفيده الداعية ويستفيده طالب العلم،
أنه إذا أراد أن يظفر بمطلوبه فلا بد له من الصبر. المتعلم لا بد أن يصبر على الحفظ وعلى معالجة الحفظ، ولا بد له أن يصبر على المراجعة، وأن يصبر على العلم وعلى الدروس وعلى التقييد، وأن يصبر على مراجعة ما درس من المصادر ومن المضان ومما كتب العلماء. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الصبر على أذى الناس، يحتاج إلى الصبر على معاندة الناس وعلى تفهيمهم وعلى تعليمهم. ولهذا يعني يحتاج الإنسان إلى مثل هذا الكلام من الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله. العاشر أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو، من كيد العدو ومكره، فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منهما. فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سبحان الله، هذه الآية كأنما تنطبق على هؤلاء الذين يحاولون تشويه الدعوة السلفية هذه الأيام. ربنا قال: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الحادي عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الثاني عشر أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به، ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التوكيد أن صبرهم خير لهم، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب لهو خير الصابرين. الثالث عشر أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم، أي استثناؤه جل وعلا، الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند النعمة. ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح، كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. ويعني لعله يعني ما جاء في سورة العصر. الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم عليه من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الخامس عشر أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر، وهي كلمته التي سبقت لهم، وهي الكلمة الحسنى، وأخبر أنه إنما نالهم بالصبر، فقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. السادس عشر أنه سبحانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله، فقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. السابع عشر أنه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه، من سورة القصص في قصة قارون، وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي أي قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي سورة حاميم السجدة، حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب، ثم قال، هذا
في سورة فصلت ليس في السجدة. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثامن عشر أنه سبحانه يعني سبحانه أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الصبر بتنويع هذه الأنواع من الأدلة، تارة يأمرهم بالصبر، وتارة يبين لهم ثوابه، وتارة ينهاهم عما يخالفه وهو الجزع والحزن إلى آخر. الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى في سورة لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح أو الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. التاسع عشر أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأطلق عليه قوله نعم العبد بكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر فإنه بئس العبد. وذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة في باب من حقق التوحيد دخل الجنة في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال وإذا أثنى الله على عبد بصفة فإنه يستفاد منها منزلة هذا العبد عند الله سبحانه وتعالى، وأنه نال هذه المرتبة بهذه الصفة التي مدحه الله سبحانه وتعالى بها. فهذا يدل على مكانة نبي الله أيوب عليه السلام، ويدل كذلك على مكانة الصبر. العشرون أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم. هو قريب مما نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه، قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان، الإيمان والعمل الصالح. وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره، وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. الحادي والعشرون أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم، فقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان. والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام، هؤلاء خير الأقسام، وشرهم من لا صبر له ولا رحمة، ويليه من له صبر ولا رحمة عنده، ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. الثاني والعشرون أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرنه بالصلاة كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وجعله قرين التقوى كقوله إنه من يتقي ويصبر، وجعله قرين الشكر كقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق كقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعله قرين الرحمة كقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين كقوله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعله قرين الصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وجعله سبب محبته ومعيته
وعونه ونصره وحسن جزائه، ويكفيه بعض ذلك شرفا وفضلا. ثم ذكر أدلة الأدلة من السنة، وذكر فيها كلاما قيما، وذكر فيها حديثا عظيما وكثيرا، لمن أراد أن يطالعها فليرجع إلى هذا الكتاب القيم للعلامة ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ولابد من الناس إن أخواننا يتواصوا أن يتواصوا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصبر، وهذا ما يفقده الخوارج. خوارج ما عندهم صبر، يريدون أن يتعجلوا النتائج وأن يصلوا إلى الدنيا وإلى المناصب، ولذلك هم يفعلون ما يفعلون مما يشاهده الناس اليوم. ولذلك الداعية إذا استعان بالله وأخلص لله ثم استعان على تبليغ دعوته بالصبر فإن ذلك عنوان الظفر، وكلام العلماء فيه بركة وفائدة. وأقدم أخونا الشيخ أحمد البدوي.